تيبي يتابع معكم شوط الختام، لو التوفيق ولكم حسن الإصغاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات ونجدد لكم التحية والترحيم مع انطلاقات أشواط سن الأجزاء. شوط الختام ينطلق وهو الشوط 15 من مجمل أشواط هذا اليوم الخاص للأبكار الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. هي المسافة الحاملة فيها الإثارة وروح التحدي هنا في هذا الميدان. نبدأ مباشرة مع أول المراكز في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي على أول المراكز، من يسيطر على مقدمة الشوط؟ شعار صالح بن محمد بن علي السندوان المري مع الواعية على المركز الأول. المركز الثاني، ناخذ المركز الثاني في هذه اللحظات وتقدم الشهنية، محمد بن حمد بن ناصر آل شابل المري على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث أرى اللي تسللت في هذه اللحظات مصيحة خليفة بن سعيد بن محسن بن حمد الفلاحي على ثالث المراكز. المركز الرابع، ننتقل مباشرة إلى رابع المراكز مع الشهنية، حمود بن سالم بن حمود العويسي على المركز الرابع، مقدم لنا الشهنية على المركز الرابع. بينما المركز الخامس، خامس التحديات في هذا التحدي وفي هذه المتابعة المميزة، أتابع القادمة في هذه اللحظات الشهنية، مهير بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى في شوط الختام، وختامها مسك بإذن الله تعالى. تمنياتنا ترافق وتصاحب جميع المشاركين بالتوفيق والنجاح، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول. هنا هملولة غيرت مجريات هذا الشوط، محمد بن فهيد بن عبد الله المري على المركز الأول يتقدم مع هملولة، وانطلاقة هملولة في هذا الانطلاق المميز. ينطلق شعار على الصدارة، المركز الثاني، ناخذ المركز الثاني، مصيحة لخليفة بن سعيد بن محسن بن حمد الفلاحي على ثاني المراكز وثالث التحديات. تتابع القادمة في هذه اللحظات الشهنية، حمود بن سالم بن حمود بن العويسي على المركز الثالث يتقدم مع الشهنية، بينما المركز الرابع، رابع التحديات، رابع الأسماء، وتابع شعار السندوانة، صالح بن محمد بن علي السندوانة المري مع الواعية على المركز الرابع وخامس المراكز وخامس المنطلقين في هذا التحدي. الشهانية، شعار بن شابل، محمد بن حمد بن ناصر آل شابل الزبدان المري، ينطلق متابعينا الكرام على خامس المراكز، وشعار برنس المضمرين، شعار برنس المضمرين يتواجد وينطلق في هذه اللحظة ويغير على خامس المراكز، يتقدم مع هذا الأداء المميز وفي هذه الانطلاق المميز مميزة مع هذا الاسم المميز، بوغنيم صالح بن محمد بن طالب بن عقيلة النابت المري. إذا متابعينا الكرام، هذه المراكز الخمسة الأولى، العودة مباشرة بعد استكمال ميدان الثاني، نعود إلى المركز الأول. ها هم سكان الصدارة، عشاق الناموس، هنا في مهرجان سيفي أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. في هذا التنظيم المميز نتابع أحداث هذا الشوط، العودة مباشرة مع انتصاف المسافة 3 كيلومترات. يا مضمرين، يا متابعين هذه الرياضة، الرياضة الآباء والأجداد، نتابع التحدي الأول، الانطلاق الأول. متابعين الكرام، المركز الأول، الصدارة ومقدمة الشوط هملولة، محمد بن فهيد بن عبد الله المري يتواجد على الصدارة على الانطلاق الأول. المركز الثاني، وصل شعار العويسي مع الشهنية، حمود بن سالم بن حمود العويسي على المركز الثاني يتقدم مع الشهانية، بينما المركز الرابع وصلت بوغنيم لصالح بن محمد بن طالب بن عقيل آل نابت المري على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع الواعية لصالح بن محمد بن علي السندوان المري يحافظ على المركز الرابع، ينطلق مع الواعية وانطلاقتها في هذا الشوط. المركز الخامس، وصل شعار الفلاحي، وأيضا أتابع القادم في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، من غير إلى خامس المراكز وانتقل مباشرة بدوره، هنا الشهنية، محمد بن حمد بن ناصر
الشاب بن زبدان المري غير على المركز الخامس وانطلقت الشهنية على خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام شوط الختام، شوط الختام وختامها مسك بإذن الله تعالى. العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول مع التحدي الأول. هملولة على الصدارة، هملولة على المركز الأول. محمد بن فهد بن عبد الله المري يتواجد على الصدارة مع الانطلاق الأول، مع الكادر الأول عبر قناة الريان الناقلة لكم أحداث وانطلاقات أشواط هذا اليوم. تتابعون هملولة مع الكادر الأول تنطلق بشعار محمد بن فهد بن عبد الله المري على أول المراكز. المركز الثاني وصلت الشهانية لحمود بن سالم بن حمود العويسي ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت بقنيم صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري برنس المضمرين يتواجد على ثالث المراكز ويغير بدوره إلى المركز الثاني. المركز الرابع وتابع شعار السندوانة مع الواعي على رابع المراكز يتقدم متابعين الكرام صالح بن محمد بن علي السندوانة المري وشعار بن شابل يتواجد مع الشهنية على خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة مع 1500 متر ما يتبقى عن النهاية، عن السيارة بالانتظار. أتابع الصدارة، أتابع المقدمة، لا زالت هملولة على الصدارة، هملولة على المركز الأول تتقدم على هذه المجموعة بالقيادة المميزة. ولكن شعار برنس المضمرين هنا يتواجد على ثاني المراكز معلن تواجد بقنيم صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري ينطلق متابعينا الكرام على ثاني المراكز والشهانية بدأت تنطلق. أتابع الشهنية هنا متابعينا الكرام حمود بن سالم بن حمود العويسي، ولكن يا سلام سيل جارف من الأسماء والشعارات الخطيرة. أتابع القادم في هذه اللحظات، وصلت متابعينا الكرام، وصلت في هذه اللحظات أتابع الجفول صالح بن محمد بن صالح بن نصره العامري. أول نداء تصل الجفول على رابع المراكز. المركز الخامس شعار برنس المضمرين يتواجد متابعينا الكرام مع انطلاقة غرائب مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت المري. يا سلام الله 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 يا هو شوط، يا سلام الكيلو المتر الاخير. اتابع الصداره، الشهنيه غيرت على المركز الاول، انطلقت الشهنيه مع الصداره مع القياده المميزه مع التحدي الاول. يا سلام ابناء السلطنه مع المركز الاول حمود بن سالم بن حمود العويسي على الصداره على الانطلاق الاول. ولكن وصلت غرايب مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل إلى نابت المري يتواجد على المركز الثاني. وأتابع القادمة في هذه اللحظات، وصلت يا سلام الاتحادية لمحسن بن راشد بن سعد المري قادم مع الاتحادية على مستوى المركز الرابع، ولكن شعار بالنصرة وأيضا قادم في هذه اللحظات. أتابع، أتابع القادمة، أتابع الاسم المميز القادم مع غنيمة محمد بن سعيد بن حليس الزرعي قادم على ثاني مركز مع غنيمة. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع الأمتار الأخيرة، مع اللحظات الأخيرة. أتابع الصدارة، أتابع المقدمة متابعينا الكرام في هذا التقدم وفي هذه الانطلاقة اللي تنطلق متابعينا الكرام. شعار الزرعي على الصدارة، شعار الزرعي تها يا سلام ينطلق متابعينا الكرام مع انطلاقة هذا الشعار المميز مع غنيمة. غنيمة، غنيمة فازت بغنيمة هذا الشوط محمد بن سعيد بن حليس الزرعي. سلام للسلطنة، سلام سلام غنيمة، سلام تهانينا وألف مبروك لأبناء السلطنة على فوز غنيمة محمد بن سعيد بن حليس الزرعي. المركز الثاني جاءت فيه سودة المبارك بن أحمد بن القزع العامري. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام مياسة لراشد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي. المركز الرابع جاءت فيه الشهانية لحمود بن سالم بن حمود العويسي، بينما المركز الخامس وصلت الجفول لصالح بن محمد بن صالح بن نصرة العامري. إذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى في تحديات سن الجذاع في آخر أيام هذا السباق، في آخر السباق سن الجذاع الخاصة لأبناء القبائل. نتابع متابعينا الكرام، غنيمة تصل إلى خط النهاية، نهني مالك غنيمة
لمحمد بن سعيد بن حليس الزرعي من فاز بناموس هذا الشوط، والتوقيت الزمني لحظات وصوله إلى خط النهاية. تسع دقائق 28 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس. المركز الثاني جاءت فيه مشاهدينا الكرام سودة المبارك بن أحمد بن خزع العامري، والتوقيت الزمن 9 دقائق 32 ثانية وثمان أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام مياسة لراشد بن غدير بن سعيد بن غدير الاختبي، والتوقيت الزمني 9 دقائق 33 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. إذا متابعينا الكرام نهني جميع الفائزين في هذه الفترة المسائية، ونهني مالك زعزعة من فازت بناموس الشوط الرئيسي الأول، الشلفة الفضية الخاصة لسن الإبكار الجذاع المفتوح لملك عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، ومسجل أفضل توقيت في هذا المساء 9 دقائق وست ثواني وسبعة أجزاء من الثانية، نهنيه على هذا الإنجاز المميز. بينما الشوط الرئيسي الخاص للقعدان الجذاع المفتوح ذهب الشوط الخنجر مع شاهين لراشد بن مبارك بن زايد بن مطوع الخيارين. الشوط الرئيسي الخاص لإبكار الجذاع العمانيات مع شديدة لعبد الله بن غانب بن سلطان الهديفي، والشوط الرئيسي الخاص للقعدان العمانيات والشلفة الفضية كان وسام هو بطل هذا الشوط لعبد الله بن ناصر بن سعيد المنصوري. إذا متابعينا الكرام هذه قائمة بأسماء الفائزين والمتوجين بناموس هذا اليوم، نهني جميع الفائزين. وفي الختام تقبلوا تحيات الطاقم الفني لقناة الريان في الإخراج أحمد السادة ومحمد فيضي، وتقبلوا تحيات اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. دمتم حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.